خلينا نقرا المعلومات. طيب يقول لك معلومات قبل تبدا اللعبه، اذا مات شخص راح تشوف مكان جثه عظمه، اذا في عظمه يعني في جثه. الامبوستر الوحيد الذي يقدر يضرب بالاكس، وبين كل ضربه وضربه 15 ثانيه، يعني اذا ايمك ضايع زي رايد ايزي. في زرين بدل اجتماع. اوكي اصبر اصبر اصبر. طيب اوكي تعالوا تعالوا اجتمعوا كلكم عند المس. يا سلام يا سلام. والله جامد. بروح غرفتي بروح حمام. بس لا ابعد. هيرفن هلا رايح غرفتي. متنثر من امس. والله يلا مقدمه مقدمه مقدمه. حياكم الله يا جماعه الخير. مقطع جديد راح نلعب امونج اس لكن بفله باور. ثمانيه من الاشخاص تشوفونهم قدامكم كلكم تعرفونهم. راح ندور بالماب كامل اللي هو عباره عن فلتنا نفس الحقيقه مسويها الاسطوره المسطر اياد. وراح يكون الماب جزئين، الجزء الاول بيكون بقناتي الان بتشوفونه، والساعه 4 بيكون بقناه فريق باور، رابطها تحت وتعرفونها. ما يحتاج نطول، راح تفهمون بشكل سريع. الماب فيه مهام نسويها عشان نفوز، اذا كملنا ثمان مهام نفوز على طول. الامبوستر يذبح عن طريق الاكس، يذبح واحد بتطيح منه عظمه، اذا طاحت العظمه هذه معناته ان في جثه. تقدر تسوي اجتماع، تقدر تحقق كانه امونج اس بالضبط. الله يسعد هذا الوجه عزيزي المشاهد على دعمك. المقاطع الاخيره لا تنسون ال 6 بي واكواد الشباب اللي 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 والله ودي عددها، بس اف ار ال يستاهل، ار اي 2 يستاهل، وبي زد اكس يستاهل كلهم. فيصل وش كودك انت؟ انا 6 بي. يا رجال يا جماعه في جروب مسويه عبد الله عزب بالتليجرام، الجروب هذا للفانز حقين باور، نتكلم كلنا مع بعض كلنا بجروب واتساب. رابط الجروب تحت، راح يطلع لكم الان صوره للجروب وعدد الناس اللي فيه. حمل التليجرام وتعالوا لنا، نجيكم اخبار قبل اي احد، لان الشايب الفاضي ماسك الجروب هذا، واذا شاف واحد جالس راح صور على طول. الرابط تحت يا جماعه، ما نبي نطول عليكم، نبدا الجيم الاول. يلا يلا بسم الله. يلا 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 يلا. الان زياده يا جماعه الخير امبوستر، الامبوستر هو الوحيد اللي يمدي يضرب. اضرب رايد، طاحت منه عظمه. العظمه اخذ عظمه، شو جاب اخذ عظمه؟ خذيتها، صار اجتماع. يا سلام يا سلام. ونقدر نصور اياد معرق ابوك. طبيعي طبيعي بسوي مهام. يا سلام طبيعي 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 طبيعي. انا بروح غرفتي بروح غرفتي ولا كأن شيء صار. بسم الله نشجع على غرفة رايد كذا كلنا ما ندري عن شيء. يا رايد حط موز 20 ار اي. يا ويلي يا اياد يا فنان يا ابن الذين. غرفتي ايش موجود هنا؟ انا انفرد بواحد بالحمام، انفرد بواحد بحمامي يعني. اوكي الاسماء الان كل شيء واضح، تقدر تزبن براحتك ولا حد درى عنك. المطحنة عليك طحن ثلاث قمامات، انا بطلع ببدا من فوق، ابى اسوي مهام طبيعي وان شاء الله انه اغلب العيال موجودين معي. انا بروح اسوي اللي في غرفتي، انا بروح اسوي اللي موجود في غرفتي. يا رب انه ما يكون معد عندي احد. بسم الله. غرفتي يا عيال ترى تغيرت تماما. تفعيل الجهاز في غرفة فارس المسبح وغرفة دراكولا. اوكي في غرفة فارس نروح غرفة فارس هنا. انفرد بواحد بحمامي. ينبش غرفتي. تعالوا تعالوا غرفتي ايش فيكم يا غرفتي؟ اللي بيفتح هذا الباب بيموت. الله لا تدعه. ليه ما يدخلون الغرفة ليش؟ المهم متبقي اثنين. المهم متبقي ثلاثة. ليه ما يدخلون غرفتي ليش؟ ليه ما يدخلون غرفتي ليش؟ ليش؟ يا عيال الوضع يخوف والله. الوضع يخوف. غرفتي غرفتي هذه غرفتي القديمة. في شيء في شيء هنا. طبعت الورقة. ايه في مهمة اطبع الورقة. خذ الورقة. اوكي. حل الورقة وانا وديها نسيت والله. نفرد بواحد بالحوش. ما حد مين مات عيال؟ مين مات؟ بلغ عيال الجثة فك الميوت. وين الجثة؟ وين الجثة؟ مين اللي مات؟ مين اللي مات؟ أنا ميت أنا ميت أنا ميت. فيصل مات وروب مات.
فيصل الروم يب 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 ملي ما صوت ملي صوت السر 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 حق هذا وين مكانه تاع عيال يا عيال حرام عليكم ثاني اجتماع كل واحد يقول مكانه كل واحد يقول مكانه انا انا غرفه بدر انا غرفه بدر غرفه بدر انا طيب اخر واحد شاف فيصل عيال اخر واحد شاف فيصل وين فيصل مني مني فيصل بالحوش كنت انا بغرفه بدر بغرفه بدر مش عاد اقول شيء عاد اقول شيء قول 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 انا جيت اي انا جيت لغرفه بدر قبل ما اروح غرفه خشب ما كان في احد انا بغرفه بدر وقت الاجتماع يا عيال بلا هبد قبل غرفه وين وين قبل غرفه بالسيب بالسيب انا بالسيب بالسيب يا عيال اقعد يا عيال اذا ما طيرت كثير ولا انا ماني برجع بطاريه في غرفه تشونغ خذها لغرفه ابو سويحل العناصر موجوده في غرفه ابراهيم خلف الفيلا لا يا 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 شوك الامبوستر يا يا شوك الامبوستر يا يا ضيع يا يا ضيع وش مش باني يا يا دقيقة بتكلم دقيقة يا عيال دقيقة بتكلم بتكلم ما في وقت امي سق الله يلعن ام الامس الله لا طيرك يا ابو سويحل ورب العزة هذا ابو سويحل عيال هذا ابو سويحل عيال هذا ابو سويحل بسرعه قولوا لي اللي تو ابو سويحل ذا يا عيال هذا ابو سويحل عيال ولا لا هذا ابو سويحل ايش مقفل الباب الله ياخذ روح ابليس مرحبا قاعد حاشر زياد في الغرفه ايه الف ورا قلت وراي تعرفي وراي وين مكانها المفروض ما تقول مكانها اصبر 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 ولا يلا ولا انت تعرف اصلا اماكن الغرف ولا ما تعرف هذه غرف مين هذه غرف مين لا بس انا في غرفه واحد غرفه وسخه مره وين اي دور فيصل اي دور ثاني دور ثاني عرفت لقيت ذا يب غرفتك ركان غرفتك ركان من اللي عندك هنا اللي على يميني مين غرفه خالد اوكي حقت خالد حقت خالد من مكان كان في الدور بسرعه هناك مين كان في الدور ذاك بسرعه انت كنت هناك طيب مين عندك ركان الحين تتهمني فيصل ولا سكيب 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 فيصل كذا واحد مهمه فيصل ما يدل بالفله كنا عند غرفه ابراهيم يا عيال ايه بغرفه وطير واحد بالمسبح يا عيال هي اللي بطير واحد بالمسبح ما تبون العظمه اللي بيطيح لي تحت بطيره انا راح اسوي المهمه هذا مين لا تخف اقسم بالله العظيم والله العظيم اني احسب انه في شيء هناك اللي بيطيح بيموت يا عيال اللي بيطيح بيموت شيخ ليش قاعد يضحك عيال يشوفني عيال توقعون درى فيه الفلمات وخاف ينزل والله شكله يوني انا طرحت يا عيال انا طرحت يا عيال عندي اتهام مباشر يا عيال
انا عندي اتهام بعد. انا عندي اتهام مباشر. ايش بيدي عيال؟ انا بيدي ميني تمام؟ يعني انا اسوي مهام اوكي؟ هذا رقم واحد عشان ما نهبد بس. الشيء الثاني فيصل اخوي قدام عيني، قدام عيني عيال. قد تكلم يا زيد ولا تكلم؟ لا انا ماني دخل، انا حاسس اوكي 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 ممتاز 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 ممتاز. قدام عيني عيال، قدام عيني. هذا بلاير 261 مين هو؟ انا هذا هذا 261. شفت شفت اللي شفتني مرة من قدامنا ولا انت ولا مو بنت؟ من هو ذا؟ شفت فيصل. انا ايوه فيصل مر من هناك، كان في واحد تاكي تحت بالمسبح، ما ادري من هو يا عيال بالضبط، لكن ذابح اثنين تحت بالمسبح، طير فيرفل وطير فيصل ثم انطب وراه ركان على طول. انا اللي اقول لكم هي واحد، انا مواطن بيدي ميني قاعد اسوي مهام، هذا شيء. الشيء الثاني ركان زياد، اسمعك طايح من اليوم ولا ادري وينك، فانا شك فيك. انا حاسبني بالغرفه. اجل سكيب سكيب، بس اني شك بزياد مره. زياد زياد حاسبني بالغرفه عيال. برجع مكاني يا عيال، برجع مكاني يا عيال، برجع. غلطتك يا كلب. تعال مي تعال تعال بضبطك، تعال قم. قم معاي. بتيم معاك، بتيم معاك يا ابو ريحه، بتيم معاك يا الحقود يا ابو دقن كذا ناقص شوي. شفته هذا ركان؟ شفته شفته شفته. لا لا 15 ثانية. الو انا مسوي ديفن صار عيال. مين بقى؟ روب زياد انا باقي انا ثلاثة بس. روب ضام زياد. روب لا ما ضمنت زياد. زياد ما ضمنت عشان الغرفة. روب روب عشانك بغرفة وفي جثث يموت. يا عيال كيف اقتل روب؟ يا عيال طيب 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 انا برد. طيب طيب زياد 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 طلع بيدك حاجة تثبت انك مواطن. طلع طلع ليش حسرني خله. طيب صبر صبر صبر. روب 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 ثواني 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 زياد طلع حاجة انك مواطن. معاي ميني معاي ميني. انا تشبعك ما معك شيء، ما سويت ولا مهمة، ما سوى ولا مهمة من اليوم. زياد ليش حسرني؟ طيب ليش حسرني اصلا زياد؟ ليش حسرني؟ قتلتك انا زياد. روب يرحم امك، ادري شك فيني وتحسب اني بلعب عليك، لكنه تكفى تضغطني بنفسي. يا روب روب لا تضغطني بنفسي، روب لا تضغطني بنفسي. هو الحمار ما سوى ولا مهمة، ما سوى ولا مهمة يا روب. من البداية حاشرك من البداية يا عمر. فيكم بالمسبح مسبح الموت. الى هنا يا جماعه الخير وصلنا نهايه المقطع، اتمنى ما تنسون من اللايك والاشتراك، شكرا لكم واستكفي لا تنسونا، شكرا لكم، السلام عليكم.